هناخد بداية المورفين. المورفين بيشتغل على كل الريسبتورز اللي قلناها امبارح، الميو والكافا والدلتا، بس هو اكتر على الميو، يعني تأثيراته اكتر على الميو ريسبتور، وهو اللي بيجي من الناتشرال اوبيويد. يعني هو انا امبارح قلت لكم انه في نبات اسمه البابا فيرسوم نيفيرا، بناخد القشره بتاعته وبنبدا نستخلص منه خمس مركبات من اشهرها المورفين. زي ما قلت امبارح ان اهم اكشن للمورفين هو الانالجيزيا، واتفقنا انه انا ما بستخدمش الاوبيويد الا في الحالات السيفير فيزرال بينز اللي هي بتبقى كرونيك مش انترميتنت كولكي بين، خلاص، وزي انسيلت الكانسر بين، وزي كمان المايكارديك انفاركشن. خلي بالكم في الانجينا لما المريض كورونري اسكيميا، تمام، يبقى الانجينال اتاكس نوت الفييتد او نوت ريليفد بالنيتروجليسرين، كنا بنستخدم مورفين، يعني ممكن نستخدم مورفين، بس في اوبيويد هو الافضل للمريض الكارديك، لازم نعرفه النهارده، تمام؟ يعني انا بين اوف ماي كارديك انفاركشن اللي هو بيبقى ستابنج بين زي الم السكينه، تمام؟ دوت احيانا لا يستجيب للنيتروجليسرين لما تحط اندر ذا تانك او اي حتى مسكن، فهنا بيبقى دور الاوبيويد. المورفين والاهم منه بقى الفنتانيل، لان الفنتانيل ما بيعملش مايكارديال ديبريشن، دي مهمه النقطه ديت نبقى فاهمينها كويس وعارفينها. الانالجيزيا بتبقى في صوره انه المريض هيزيد الثريشولد اوف بين عنده وهيحصل التريشن اوف بيرسبشن، هيبقى في تغيير في الريسبونس للالم دوت، مش هيبقى متألم، مش هيبقى متجهم كده من الألم، ده هيحس بإحساس ريليف أو كالمنس. خدت بالكم مش هيكون في أي سنس أوف إيه أنبليزن كونديشن، لا هيبقى حس إن هو مستريح رغم وجود الألم زي ما قلنا. ده بالنسبة للأكشن الرئيسي بالنسبة لنا اللي هو البين. موضوع الإيفوريا اتفقنا عليه امبارح وقلنا إن هو الفولس سنس أوف ويل بينج، والأوبيويد عموما تأثيرها إنها تعمل الإيفوريا، والإيفوريا مالي ميو إفكت زي ما قلنا امبارح، تمام؟ بيبقى نتيجة إن أنا بأثر على الدوبامين في منطقة اسمها الفنترال تيجمنتال أريا، فنترال تيجمنتال أريا VTA، فنترال تيجمنتال أريا دي الأماكن اللي فيها الإحساس اللي هو النشوة أو السعادة، وهنا بيجي الدوبامين يبقى كتير في هذه المناطق. فبالتالي المورفين من الحاجات اللي هي هتأثر على لو حصل ديسفوريا اتفقنا ان ده بيبقى من اللي كابا افكت، خلاص، من الاوبيويد. النقطة الثانية المهمة هي الريسبيريشن. في ريسبيراتوري ديبريشن احيانا قد يحدث من ثيرابيوتيك دوزز كمان، يعني مش من توكسيك دوزز، فاهمين ازاي؟ عشان كده وانا بدي الاوبيويد لازم ابقى حذر جدا من ان انا ادخل المريض في ريسبيراتوري ديبريشن، خلاص، وبقول لكم ان هو الريسبيراتوري سنتر بيبقى ديبريسد لدرجه ان هو لا يتاثر بالسي او 2، ما بيستجبش للكيميكال درايف اللي بينشط لي الريسبيريشن. المشكله مش في الريسبيراتوري ديبريشن، المشكله كمان في حاجه اخطر كمان، تبعيات الريسبيراتوري ديبريشن. تبعيات السي او 2 عموما لما بيزيد في الدم عموما بيعمل فازو دايلاتيشن، تمام، بيعمل فازو دايلاتيشن. تخيل ان هو زاد في السي ان اس هيحصل سيبرال فازو دايلاتيشن. طيب هل البلاد فيزلز اللي وسعت ديت هتبقى كونجستد؟ ايوه هتبقى كونجستد لانها في مكان ضيق، لانه في البرين في تايت جنكشنز ما بين الخلايا، مفيش سبيس كبير بحيث اني اقول ان لما البلاد فيزلز تتوسع تستريح. خدت بالكم النقطه دي هتختلف في مكان تاني هقوله بعد شويه، نركز كويس قوي فيها الحته ديت، انه البلاد فيزلز في البرين هتبدا توسع بس انت في مكان ضيق، فبالتالي هيبدا يحصل زياده في الهايدروستاتيك بريشر جوه البلاد فيزلز ديت، فيحصل إديمة وتطلع فلويدز من بين خلايا المخ، بنسمي الموضوع ده سريبرال إديمة. سريبرال إديمة، يبقى المورفين من الحاجات اللي بتعمل سريبرال إديمة، وممكن كمان يزود الانتراكرانيال تنشن، يزود السي اس اف لو البلاد فيزلز ديت
في المينينجيز والكلام ده كله. تمام؟ زياده السيريبرال اديما اعرفها ازاي انا؟ الانتراكرينيال تنشن ده يتعرف ازاي على المريض كده كلينيكالي؟ انا هقول او اخمن في ثلاث حاجات: السيفير هيديك، واخدين بالكم، البروجكتايل فوميتنج، والبلاد فيجن. ثلاث حاجات. الهيديك بيبقى مورنينج هيديك ما بيخفش باي مسكنات، وبروجكتايل فوميتنج، واللي هو البلاد اوف فيجن. تمام؟ عشان كده بقى لما يجيلي مريض في الاستقبال، الحته دي مهمه، جيلي في حادثه تمام وهيد انجري، والهيد انجري ده كلوزد يعني الراس مش مفتوح، تمام، ده معناه ان في احتماليه يكون في انترنال هيموريج جوه البرين. طيب عشان انت هتقول ادي اوبيويد او ادي مورفين عشان يسكن الالم والحاجات دي، هيبقى ابسولوتلي كونترا انديكيتد. ليه؟ علشان انا لما بديه هيزيد الانتراكرينيال تنشن اكتر بسبب السي او 2 اللي زاد. وزي ما قلت لكم ده حتى الجرعات الثيرابيوتيك ممكن هتعمل ريسبيراتوري ديبريشن. فاهمين ازاي؟ فبالتالي كونترا انديكيتد تماما. يجي لي مريض في الاستقبال تمام في حادثه ان انا ادي اوبيويد عشان اقول انا مسكن للالم، تمام، ونقول ده سيفير بين والكلام ده، ده ممكن يزيد الانتراكرينيال تنشن اكتر واكتر. اوريدي هو عنده زياده في الانتراكرينيال تنشن نتيجه الهيموريج، تمام، الهيموريج جوه كلوزد سبيس بهذا الشكل بيزود الضغط في الدماغ، مع كمان لو انت عملت سيريبرال اديما بسبب المورفين هتزود اكتر الانتراكرينيال تنشن. فالحته ديت نخلي بالنا منها. وطبعا الكومن كوز اوف ديس اكيد لما جرعه تزيد من المورفين هتكون اكيد ريسبيراتوري ديبريشن. المريض لو انا اديته جرعه كبيره هيتخنق هيموت. النقطه ديت بقى مهمه كمان نعرفها، ان لو بريجننت وومن اخذت المورفين اثناء الدليفري تمام، وفي وقت الولاده بيحصل سيبريشن للبلاسينتا ويختلط دم الام مع دم الجنين. وهنا في احتمال ان انا لو بدي المورفين كمسكن لالام الولاده هتبقى كارثه، لان المورفين ممكن يتنقل للبيبي يعمل له ريسبيراتوري ديبريشن وده هيتخنق. ساعتها بتحصل حاله اسمها اسفيكسيا نيوناتورم. اسفيكسيا نيوناتورم، تمام. عشان كده يعني مش كل اوبيويد، نوت اول اوبيويدز ار جيفن فور اوبستريك انالجيزيا. ساعات كتير دكاتره يقولوا الولاده بدون الم، الولاده بدون الم معناها انك هتدي اوبيويد اثناء الولاده، في خطوره ان يحصل اسفيكسيا نيوناتورم من المورفين اذا اتاخد، تمام. انما في اوبيويد بقى عشان هو شورت اكتنج وكده بيتاخد ممكن اثناء الاوبستريك ديليفري او اثناء الولاده، لازم برضو نعرفه ونعرف هو مين من الاوبيويد كان بيوز ديورنج ليبر تو الفييت بين اوف ديليفري. اوكي، انما المورفين لا، مورفين از يعني جريتلي هازاردس ان انا اديه اثناء الولاده، تمام. ممكن انت تقول كدكتور نسائيه لا الولاده مش هتحصل دلوقتي، فانا ممكن اديه لان هو المورفين هيصل الجنين وقت الدليفري اللي هو بيبقى فيه سيبريشن للبلاسينتا، ماشي. فنخلي بالنا كويس قوي من هذه الجزئيه. النقطه الثانيه موضوع الكوف، زي ما قلت لكم امبارح المورفين ان جيتوا للحق انتي تصف كويس جدا، بس الافضل منه بقى مور بوتد از انتي تصف زي ما قلنا امبارح الكودين. الكودين هاز اتس اون ريسبتور، والكودين اوريدي بيتحول الى مورفين، يعني كده كده هيتحول الى مورفين، ولكن ليه ريسبتورز خاصه، ليه اتس اون في الكوف سنتر. فبالتالي بيبقى الكودين في الجزئيه ديت افضل، تمام. وهو بيقول لك انه الريسبتورز سيمز تو بي ديفرنت، يعني المورفين ليه اماكن لكن الكودين ليه اتس اون وسوبيريور عن المورفين في هذه الجزئيه، ماشي. الجزئيه الثانيه موضوع البين بوينت جوبل، ده دايجنوستيك على فكره، ده دايجنوستيك لواحد مورفين ادكت، ان انا لو انا ادكت اوبيوي وجالي بعمل اكزامينشن الاقي البين بوينت جوبل والاقي كل السكريشنز دراي سكريشن، لان مين تاني من المركبات اللي اخذناها
برضه بيعمل بين بوينت بيبل وكان بي او شود بي ديفرنشيتد فروم اوبيويد. ويتش ايجنت ممكن يعمل بين بوينت بيبل؟ تمام، اللي هو ايه خدناه في الفارما، مين يقول عشان ما فيش وقت؟ الاورجانو فوسفورس. برافو عليك، اورجانو فوسفيت تعمل بين بوينت بيبل. بس ذا ديفرنس هير بتوين اورجانو فوسفورس اند اوبيويد انه الاورجانو فوسفيت الاقي سكريشنز كتير في الاي، الاقي لاكريميشن. تمام، انما في الاوبيويد دراي سكريشن، دراي. دي برضو جزئيه مهمه. الميوزس والبين بوينت بيوبل نتيجه المورفين از نوت سبجكتد تو دولرز، ما بيحصلش معاه دولرز. والادكت اوف مورفين هيستمر يحصل له هذا الميوزس طول ما هو بياخد المورفين. من الحاجات القليله جدا اللي تلاقي هذا الافكت due to stimulation مش depression. بقى المورفين هنا بينشط النيوكليوس بتاع الاوكيلوموتور نيرف اللي هي الادنجر ويستفال نيوكليوس، النيوكليوس اللي طالع منها العصب الثالث اللي هو الاوكيلوموتور نيرف. المورفين بينشط هذه المنطقه. يبقى كم سنتر المورفين بينشطه؟ يعني من الاماكن اللي بينشطه هنلاقي السيرف نيرف نيوكليوس. امبارح قلت لكم المورفين في الثيرابيوتيك دوزز بيعمل فوميتنج، هنقول برده كمان النهارده بيعمل فوميتنج في الثيرابيوتيك دوز. عشان كده ركزوا كويس قوي ايه الايفكتس اوف مورفين ذات اوكير ان ثيرابيوتيك دوزز اند ويتش ان اوفر دوز، يعني فوميتنج ويز ثيرابيوتيك دوز، مايوزس ويز ثيرابيوتيك دوز. خلاص، احيانا الريسبيراتوري ديبريشن ماي اوكير ويز ثيرابيوتيك دوزز. في سام ايجنتس هنجد انه فنتانيل مثلا ترانسديرمال باتش ممكن جدا تقلل الريسبيريشن حتى في الثيرابيوتيك دوز. تمام، فنخلي بالنا كويس قوي. وهنقول بقى شويه ان المورفين هيعمل براديكارديا نتيجه فيجال ستيميوليشن برضو كمان، اهي هتبقى في هذه المنطقه. ادي البين بوينت بيوبل زي ما انتم شايفين نتيجه انهانسنج الباراسمباثيك اللي هو الاوكيلوموتر نيرف. تمام، الامسس بقى خلي بالنا برضو من الامسس. لما بندي المورفين اثناء العمليات عشان بوست اوبراتيف بين بنديه، تمام، عشان يسكن الم بعد العمليه، ممكن في بعض مش في كل، خلي بالك امسس ماي اوكير ان سم انديفيدوال نوت اول. تمام، ان ثيرابيوتيك دوزز ديو تو ستيميوليشن اوف كيمو ريسبتور تريجر زون اللي هو بجوار الفوميتنج سنتر. والفوميتنج المثل من المورفين بيبقى ريليتد للبوزيشن اكتر، يعني المريض لو اتحرك في غرفه بعد العمليات، تمام، بعد العمليات بيودوا الاوضه بتاعته، خدت بالك لو اتحرك كتير ريليتد للبوزيشن بيبقى مينلي بوتشرال لما يقف لما يتمشى. تمام، ديورنج ريكومبنسي ممكن ما يحصلش فوميتنج، لكن مشهوره قوي ان هو بوتشرال ايميسيس فوميتنج ريليتد للبوزيشن but occur in some individual not all taking the morphine. The toxic doses of morphine have an anti-emetic effect. يعني لو الجرعة زادت المورفين ما يعملش فوميتنج. تمام؟ بس ده مش معناه طبعا ان انا هستخدم مورفين كانتي-emetic. تمام؟ ده بس ملحوظة عشان نبقى عارفين ان لو قلت لك انه الفوميتنج اوكير مش توكسيك دوز، لا، المورفين يعمل فوميتنج في الثيرابيوتيك دوز مش في التوكسيك دوز. تمام، وبالعكس في التوكسيك دوز بيبقى انتي ايميتيك. ماشي، بالنسبه بقى للجي اي تي هو هيقلل الموتيليتي بس هيزود التون اوف سفنكتر، وده الفرق بينه وبين الاتروبين. الاتروبين يعني هما الاثنين بيعملوا كونستريكشن ويورينري ريتنشن، بس هنجد ان المورفين بيعمل كوليك والاتروبين انتي سباسموتيك. ده ليه؟ المورفين بيقلل البريستاسيس الحركه الدوديه البروبولسيف موتيليتي اوف جي اي تي، بس يجي عند السفنكتر زي الانال وزي مثلا في البايل المنطقه بتاعت البايل داكت. تمام، كومن بايل داكت اللي بتدخل مع البنكرياتيك داكت في الديودينم تلاقي سفنكتر دي اسمها سفنكتر اوف اودي. هذا السفنكتر بتبقى سباستيك، ولذلك ممكن الضغط بتاع البايل نتيجه قفله السفنكتر اوف اودي تلاقي زاد الضغط اللي هو انتراكيلياري، وتلاقي مغص شديد. عشان كده بقى اعتقد مفروض نكون فهمنا واي مورفين از نوت تيكن فور اكيوت كوليكي بينز انترميتنت بينز، لان هو بيعمل سباز للسفنكترز في كل اللي هي ايه
التيوبس سواء جي اي تي او حتى يورينري ماشي. فبالتالي نبقى فاهمين كويس قوي هذه الجزئيه ان هو هيعمل كونستيبيشن نتيجه ان البريستاسيس قلت تمام، ولكن هيعمل سبازم للسفنكتر ويعمل كوليكس ويزود الانترا بيليري بريشر تمام. عشان كده حتى الجول بلادر وكل السفنكترز في هذه المنطقه. وهذا الكونستيبيشن نوت اولسو سبجكتد تو توليرانس، سيستمر يحدث حتى لو المريض اوريدي ادكت للمورفين والتوليرانس از فيري ليتل، ما بتحصلش كتير وتلاقي الايفكت ده ما زال يحدث. يبقى في تو ايفكتس بيستمر يحصل له اثناء الادكشن والمورفين، هما المايوزس والكونستيبيشن تمام. النقطه الثانيه اللي هي السي في اس، ودي نركز عليها لانه في ديفرنس تمام. في اللي على فكره الشاي والقهوه والحاجات دي ممنوعه اسلام حضراتكم، ده مكان للتعليم فقط ماشي، فبلاش لو سمحت هذا الكلام. اوكي نوع الكف امبارح كان عنها. نعم نوع الكف الكف مش كف، كف دي بتاعت الناس بتوعها ماشي بننطق حلو. ما انا قلت لك امبارح ان هو انتي تصف للدراي كف، للدراي كف المريض اللي الاقي عليه سكريشنز وسبيوتم كده هو الاقي ما يسمى سونورس رونكاي زي ما هتاخده في الكلينيكال، هتبان صوت الشخير اللي موجود في الشيست ماشي، ده بيعكس ان في سبيوتم مليان. لو اديت انتي تصف انا همنع ان هو يعمل كف يعمل اكسبرشن، فالسبيوتم هيبقى ريتين، ولما يحصل ريتينشن للسبيوتم هيبقى فرصة للبكتيريا انها تبقى جروينج وهيحصل انفكشن تمام، فيدخل في شيست انفكشن. فهو للدراي كوف وليس للبرودكتيف كوف. اوكي نرجع لموضوعنا ان هو على الكارديوفاسكولار، نلاقي المورفين يقلل البلاد بريشر ويقلل الهارت ريت تمام. قللانه للبلاد بريشر وهو insignificant يعني نجيته للحق يعني ما هوش حاجه ميجور، مش هلاقي الضغط يبقى سيفيرلي هايبوتنسيف، لا هتلاقيه قل بس هيزيد الهايبوتنشن مع اللارج دوز شويه تمام. بسبب ايه بقى؟ سبب الهيستامين ريليز. من اشهر 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 الحاجات اللي تخلي الهيستامين يتفرز هو المورفين، هيستامين ريبليتور خطير. ولذلك الهايبوتنشن that occur نتيجة المورفين is not central is not mainly central، يعني ما هوش عشان تبرز مثلا الفاسو موتور سنتر اللي في البرين اللي هو اصل السمباثاتيك، لا هو الهايبوتنشن اللي بيحصل بيبقى نتيجة هيستامين ريليز بريفرالي تمام. وتلاقيه برضو insignificant، تلاقي decrease في الهارت ريت حبه نتيجة ان هو بينشط الفيجال سنتر اللي هو البارا سمباثاتيك فايبرز اللي هتصل الى الهارت. فعشان كده لازم نبقى عارفين ان هو مش ميجور قوي، يعني ما هو فيش هاي بوتنشال سيفير ولا براديكارديا سيفير، انما لو زودت الكره لو زودت الكره وبيبقى الاسباب زي ما اتفق استمير ريليز او والفيجال استيميوليشن اللي قلنا عليه. وقلنا برضو موضوع الفازو دايلاتيشن اللي بيحصل نتيجه الكربون دوكسايد نتيجه اللي هو الريسبيراتوري ديبريشن زي ما قلت لكم، هو الهيستامين ريليز، والهيستامين ريليز مش بس هيفصل الهايبوتنشن ده كمان هيعمل برونكوسباز، وبالتالي المريض اللي عنده برونكيال ازمه ما ياخدش مورفين. دي اسمها برونكيال ازمه اللي هي فيها برونكوسباز ان البرونكاي ضيقه. بس في ازمه تاني بقى انا بتهالكوا فاكر في الفارماكولوجي السنه اللي فاتت، في حاجه اسمها كارديك ازمه، هي الازمه القلبيه. الازمه القلبيه مش انجاين، لا ازمه القلبيه يبقى فيها هارت فيلير ومعاه بالمونري ايديما، هارت تعبان كان نوت كونتراكت افكتيفلي وانه يطلع البلاد اللي جواه، فيحصل باد بريشر على البالمونري فينز وبعدين بالمونري كابيلاريز، دم عمال يتراكم تمام، وما بين بقى الانفيولاي الكابيلاريز ديت مليانه بلاد، فالهاي البريشر هيزيد فتبدا ترشح بقى وتعمل إديمة تمام. في هذه الحالات هارت فيلير تمام سكندري لي بالمونري إديمة، ده بسميه كارديك ازمه.
المريض جاي مش قادر يتنفس بس البرونكاي كويسه، دي مش برونكيا ازمه، دي كاردييك ازمه. خلاص هنا بقى المورفين از انديكيتد ان بالمونري. هنا المورفين لما اديه علشان هو هيعمل فازو دايلاتيشن للبالمونري كابيلاريز والبالمونري فينز، هنا هيقل الكونجيشن مش هيزيد. فاكرين بقى في البرين من شويه صغيرين قلت لما المورفين سبب السي او 2 وسع السريبرال بلاد فيزلز حصل إديمة لان السبيس ضيق. لكن هنا في اللونج تمام لما المورفين يوسع الكابيلاريز المسافه او السبيس كبيره فاهمين، فمش هيزيد الانترا او الهايدروستاتيك بريشر، وبالتالي هتلاقي حصل انه إديمة قلت والكونجيشن قل. ماشي. فبالتالي المورفين is indicated in acute pulmonary edema secondary to left-sided heart failure تمام، لكن contraindicated في البرونكيال أزمة. المورفين يعمل cerebral edema بس يقلل البالمونري edema. اوكي نخلي بالنا كويس، الموضوع مليان النهارده كتير، فبالتالي خلي بالكم. اه يا دكتور ادم ما هو insignificant، ما هو زي ما قلت لكم ان هو insignificant. مش كبير على في حالات البالمونري دي ما تتنوت، ففي ريسك عاليه. هنا المورفين از يعني هقول لك ايه از لايف سيفنج للبالمونري اديما، انت بتاخد ارجنت ويتاخد معاه لود دايوريتك وايس انهبيتورز وديجوكسين عشان هتدي بوزيتيف كينوتروبيك دراج في هذه الحالات. حاله الكاردييك ازمه اللي هي بالمونري اديما سكندري تو هارت فيلر فيري يعني ايه ارجنت في الاي سي يو. ماشي. الهرمونز نجد ان المورفين بيقلل كل الهرمونات بتاعت البيتيوتري هايبوثالامس الا ثلاثه اللي هم البرولاكتين والجروس هرمون والانتي دايوريتيك هرمون. وعشان الانتي دايوريتيك هرمون بيزيد هتجد ان في يورينري ريتنشن كمان هيساعد في ان اليورين يبقى مريض بياخد مورفين في العيانه المركزه متوقع ان اليورين اوت بوت بتاعه يكون قليل ولا كتير؟ قليل، لان هو ريتيند. ريتيند بسبب حاجتين، بسبب ان الموتيليتي بتاعت اليورينري بلادر قلت، بسبب كمان زياده الانتي دايوريتيك هرمون اللي بيحبس كل الفلاويدز في البرين في اليورينري بلادر. اوكي؟ عشان كده بقى اهو ادي اليوزز اللي بنقول عليها، ادي كانالجيزكس تمام بس في السيفير بينز زي ما قلنا اكسبت الرينال والبيليري كوليتس. فاهمين؟ عشان كده نصيحه ودي مهمه جدا هذه المعلومه في الاي في العنايه المركزه او في الاستقبال، لما يجي لك اكيوت ابدومين ما تديش مورفين ابدا ولا اي انالجيزك حتى. هتقول لي ده بيصرخ من مغص الكلام ده، لو حابب تديه تدي انتي سبازموتيك انتي كولينرجيك مثلا زي الباسكوبان واديل بالكم حاجه تقلل الكوليك. لكن انا في الاكيوت ابدومين ديت مثلا هقول لكم حاجه، واحد جاي لي باكيوت ابندسايتس التهاب سيده دوديه وعاملاه له بيصرخ من بطنه تمام، انت لو اديت مورفين في هذه الحالات والالم خف هتجد ان الابندكس ممكن جدا ربشر ويحصل بقى بيريتونايتس وهذا المريض داينج فروم سيبتسيميا نتيجه البكتيريال انفكشن اللي حصل في البيريتونيوم نتيجه البيريتونايتس تمام. ومش بس كده، ده انت عموما طيب افترض ان الالم الناحيه الشمال تمام برضه ما تديش مورفين، لان من نيتك السوداء ممكن جدا هذا المريض تبقى الابندكس بتاعته ناحيه الشمال مش اليمين. في حاجه اسمها كونجنتال انومالي، انه ممكن في نسبه من الناس عندها الزايده ناحيه الشمال. يبقى اذا انت تبعد تماما عن اي مسكنات الم في حالات الاكيوت ابدومين. خليه يصرخ، ده بالعكس ده انت شخص ان هو ابندسايتس واخد بالك وهيدخل براحه وكلام زي كده افضل من انك انت تبقى ماسكينج بين، ده انت دي جريمه. دي لو حصل ده خطا طبي لازم يدخلك السجن.
فاهمين؟ عشان كده بنقول نتعلم، نتعلم مش نجمع علامات لو سمحتوا، لان العمليه مش سهله. دي ارواح بني ادمين ربنا خلقها واداها لك انت امانه في رقبتك، فهتقعد تستهبل بقى وتقول لا انا اجمع علامات، اجمع علامات عشان اطلع سينيور كبير وبتاع. لا، وانت ما بتفكرش، علاماتك ماسك المنتاليتي بتاعتك، فاهمني؟ فبالتالي خد الموضوع فعلا باهتمام. هي دي اخر محاضره هتشوفوني فيها، بس افتكروا هذا الكلام، افتكروا في يوم من الايام في حد كان شديد عليكم شويه بس لمصلحتكم، مش عشان بيجرى ولا بتاع، بالعكس ده اكتر واحد دايما يبقى كين على اللي قدامه وبيحبهم اللي هو يوضح لهم الحقيقه، مش يبدا بقى ايه يطرمخ ويمشي نفسه والكلام. ارجوكم ارجوكم، حياه الناس مش لعبه، تمام؟ فدي الجزئيه اللي بقولها. بالنسبه للدايريه، مش هدي انا مورفين في دايريه، انا بديه او بدي الاوبيويد، مش بدي المورفين نفسه. فاكرين لما قلت امبارح ان المورفين دي مبريدين اخوه لسه كونستبيتي، بس عياله اللي هم اللوبرامايد والدايفينوكسيليت دولت مور كونستبيتنج، فاللي بيتاخد فعلا في الدايريه من الاوبيويد نوت مورفين، انما بيتاخد مين؟ اللوبرامايد والدايفينوكسيليت، يتحطوا مع الاتروبين، ومش في كل حالات الايه الدايريه، بنديه في حالات ترافيلرز دايريه كانتي موتيليتي دراجز زي ما درسته في الجي اي تي قبل كده، مش في كل حالات الدايريه ومش كل الاوبيويد. يعني ما اجيش انا اقول لك ايه ده واحد عنده سهال اديله مورفين، ايه يعني؟ مش للدرجه دي، مش كده ولا لا؟ فانا بدي مين؟ واللوبرامايد والدايفينوكسيد ما فهمش ادمان، فاهمين؟ ومور كونستبيتنج على المورفين. فانا لازم اوضح هذه النقطه قدامكم. الشخص اللي قاعد في البيت دوت ومنتظر الريكورد ولا منتظر ان هو يشوف الشرح وخلاص، هو بيذاكر منزلي، منزلي، لانه بس مجرد بيجمع علاماته خلاص، تمام؟ هيقرا الكلام ده يقول المورفين دي بتاخد في حالات الدايريه. اجيب سؤال واقول ان المورفين نوت كومن ان هو يتاخد في الدايريه، يقول لا ما هي مكتوبه. فهو ما فيش علم اساسا، خلاص خلاص انا اسكت اسكت. في الكف زي ما قلنا الافضل ان انا ادي الكودايين، خدت بالكم؟ الكودايين هو اللي ليه سبيسيفيك زي ما قلنا ريسبتور. هذه الاكيوت بالمونر اديما، حاله العنايه المركزه اللي اقول لكم مهمه جدا، هي دي الازمه القلبيه، لان في ناس دكاتره كبار لغايه دلوقتي يقول لك جات له ازمه قلبيه، هي جات غلطه، غلطه جات له ومات. الازمه القلبيه هي الهارت فيلير اللي عمل بالمونر اديما، خلاص؟ ده بالنسبه ليفت سايدد او ليفت فنتريكولار فيلير اسوشيتد ويز بالمونر اديما. بنديه كمان قبل العمليات، انا فعلا يوز المورفين في هذه الحاله قبل العمليات قبل التخدير عشان اقلل جرعه الاناستيك اللي هتاخدوها ان شاء الله في النيورو ساينس، ماشي؟ طيب بالنسبه بعد كده بقى لايه؟ المورفين جيتوا للحق تلاقيه بيبقى اورالي، لو اتاخد اورال المورفين الابسوربشن بتاعه اي كلام، سلو سلو يناتي كده وما بيوصلش السيستميك سيركيوليشن، وعرضه للهيباتيك ميتابوليزم، وتجد ان البايو فيرابيلتي بتاعته لما بيتاخد اورال حوالي 30% مش قد كده. عشان كده معظم استخدامات المورفين بتبقى سب كوتينيوس تحت الجلد، ماشي يا دكاتره؟ فاهمين؟ وممكن تلاقي فيه حاجات ساستين ريليف تابلت احيانا، واحيانا تلاقي بامب كده لمرضى الكانسر بتتحط تحت الجلد عشان تطلع المورفين استدلي كده طول الوقت تضخ المورفين، انما لا اعتمد على المورفين ايه؟ لا اعتمد عليه اورال اطلاقا اطلاقا. اهو في ناس بقى اللي هم مدمنين بيجيبوا المورفين يحرقوا عشان ياخدوه باي انهاليشن، هتبقى طبعا البايو افيلابيلتي في هذه الحالات احسن كتير. يقول لك يجيبوا انهيلنج باودر او سموكس من الماده الخام اللي هي الكرود اوبيوم علشان يدوا افكت سريع، تمام؟ حتى وصوله للسي ان اس لس مش قوي، لس لايبوفيلي
نسبه للبرومتاز زي ما بنقول بتكون قليله للسي ان اف، بس هو ديستريبيوتد وخصوصا زي ما قلنا للانفنت اثناء الدليفري لحظه الميكسنج ما بين الماتيرنال والفيتال بلاد ان هو يبقى ديستريبيوتد. لو تخيلوا واحده ادك مذر ادك وابنها قد يصل اليه زي ما قلنا المورفين ويعمل له اسفيكسيا نيوناتورا زي ما انتم شايفين اهو النسبه اللي بتوصل البرين تمام بتكون قليله، وبيبقى بعد كده كونجوجيتد المورفين بالجلوكيرونيك اسيد ميتابولايز يعني في الليفر وبينزل بعد كده في البايل بنسبه قليله بس مني في اليورين. الديوريشن لازم نعرفها كويس لان في اختلافات ما بين الاوبيود هقولها دلوقتي. المورفين بيبقى الاكشن بتاعه 4 to 5 or 6 hours تمام. في الميبريدين هقولها شويه 2 to 4 hours اقل، في الفنتانيل نص ساعه مثلا تمام، في الميثادون يقعد 24 ساعه. الديوريشن مهمه، لاول مره اقول لكم ان الديوريشن هنا مهمه جدا ان المورفين بيتاخد 4 to 6 hours الاكشن. بس لو اتحقن بقى ودي جزئيه مهمه، لو اتحقن ابيديورال يعني من ورا انتراسيكال يعني ابيديورال يعني ايه ابي؟ ابي يعني فوق، فوق الديورا، فوق الديورا. لو اتحقن ابيديورال عشان هو مش هيتوزع وهيبقى مني ليميتد فوق الديورا هتجد ان الديوريشن بتاعته ممكن تبقى اطول ماشي؟ يبقى دي برضه جزئيه مهمه علشان هو مش هيبقى ديستريبيوتد في هذه الحاله. هنا بقى تخلي بالنا الناس اللي هي الاطفال ما ياخدوش مورفين خالص. النيونيتس ما ياخدوش لان الريسبيراتوري سنتر سنسيتيف جدا للمورفين. الكبار برضو الالدرلي العواجيز اللي البادي ماس بتاعتهم قليله فبالتالي هتجد ان المورفين مش هيبقى ديستريبيوتد لانسجه كتير وهتلاقيه مينلي يروح على السي ان اس فيعمل بقى يستفرد بالريسبيراتوري سنتر والاماكن في السي ان اس. لا هيكون في منتهى الخطوره ان الالدرلي دوت ياخد مورفين. احاول ابعد تماما المورفين علشان الميتابوليزم الكبد عنده تعبان الكدني تعبانه غالبا المورفين هيبقى كتير في جسمه فبالتالي حتى لو هدي يبقى سمول دوز في هذه الحاله. لازم ابقى عارف ان الالدرلي سنسيتيف جدا للمورفين فالجرعات اللي بتاخد الالدرلي لازم تكون قليله. وابعد طبعا في المورفين عن مريض عنده هيباتيك امبيرمنت او رينال او حالات البرونكيال ازمه ماشي. طبعا زي ما اتفقنا خلاص بقى كل الكلام سهل دلوقتي ان المورفين بيعمل الريسبيراتوري ديبريشن في حالات الاكيوت بويزنج زي ما قلنا ماشي. وهو ترايات على فكره لتسمم المورفين، ترايات اللي هم ايه؟ اللي هم المايوزيس والكوما والريسبيراتوري ديبريشن. اسم مثلث كده واكتب اكيوت بويزنج للمورفين بقى في ثلاث حاجات بتشخصها ريسبيراتوري ديبريشن ومايوزس وكوما لوس اوف كونشسنس. خلاص في هذه الحاله بندي نالوكسون عباره عن مورفين انتاجونز او اوبيويد انتاجونز. خلاص طبعا زي ما اتفقنا الفوميتنج الديسموريا احتمال تحصل الفازو دايلاتيشن ليه الالرجي عشان الهستامين ريليز مش كده. موضوع كمان انكريز انتراكرينيال تنشن زي ما اتفقنا. مريض عنده بروستاتيك هايبرتروفي وتضخم البروستاتا بيقفل اليوريسترا في يورينري ريتنشن يبقى منطقي برضو ان المورفين ممكن يزود اليورينري ريتنشن في مرضى البروستاتيك هايبربليزيا. كمان الناس اللي الميتابوليزم بتاعت المورفين هتكون قليله زي الهايبوثايرويديزم اللي هي حالات الميكسيديما، ميكسيديما ثايروكسين قليل تمام. برضو الادرينال انسفشنسي الكورتيزون مهم للميتابوليزم ايضا فبالتالي المرضى دول تلاقي المورفين ما بيتكسرش يتراكم هيبقى في منتهى الخطوره في هذه الحاله ماشي. هتزيد الافكت بتاع المورفين. طبعا التولرنس اتفقنا لكل حاجه بعد المايوزس والكونستيبيشن زي ما قلنا. والوزدرول بقى بصوا اهو ادي الوزدرول مانيفستيشن اللي هي بتبقى اعراض عكس ما كان يفعله المورفين. يعني هنجد بدل سيديشن تلاقي بقى ريستلسنس وانكزايتي واجيتيشن وعدوانيه عشان يجيب اي حاجه فلوس عشان يشتري بيها مورفين. تلاقي السكريشنز زادت في كل مكان عشان كده تلاقي المدمن دوت بتاع الافيون تلاقي الناس نزل ديسشارج عنده كتير وعمال على طول يعمل الحركه ديت عشان بينشف
السكريشنز طبعا هو مقرف شويه فاهمين، هتلاقي سكريشنز برضو نازله من اللسان والحكايات ديت، هتلاقي سويتنج كده على طول، هتلاقيه كمان ان هو درجه الحراره عنده هتزيد ولا تقل؟ لا هتزيد طبعا، المورفين كان بيقلل البادي تمبريتشر، الضغط يزيد ولا يقل؟ لا الضغط زاد، الهارت ريت يزيد، يعني مش بس حاجات فيزيكال وكده، لا ده هتلاقي كمان اوتونوميك، هتلاقي مايوزيس ولا ميدرايسيس؟ هتلاقي ميدرايسيس بقى، لانه العكس خلاص اتسحب في المورفين، واخدين لبالكم؟ هتلاقي السكين كده عامل زي الجلد بتاع الوزه او البطه، حاجه اسمها جوز فريش سكين، عارفين جلدنا لما يبقى الجو برد قوي، بصوا على الجلد كده تلاقيه ريتراكتد شويه، ده اسمه جوز فريش سكين، جوز فريش تمام. هتلاقي بقى اللاجرينيشن زي ما قلنا، وهذه الاعراض بتستمر مثلا حوالي 12 ساعه، وتبقى زي ما قلنا سيفير قوي اذا حصلت سكندري الايه لاوبيويد انتاجونست، اكتر من لو كان حصل ستوبنج للمورفين فجاه ماشي. ودرول مانيفستيشنز هنا مهمه جدا، ومين الدراجز اللي تقلل الوزدرول مانيفستيشن عشان بقى فاهمين علاج الادمان، الحته دي مهمه، اللي هو مين درسناه في الاوتونوميك بيعالج او يقلل الوزدرول مانيفستيشنز اوف اوبيويد، فدي اثناء هذه الامراض عشان اقلل تاكيكارديا، اقلل هارت بلاد بريشر، اقلل الحاجات دي. فاكرين الكلونيدين؟ طبعا مش فاكرين تمام. فاكرين حاجه اسمها البريمونيدين، خدت بالكم، او الفيكسو في بتاع ده الكلونيدين اتسيلف اكتر تمام. لوفيكسيدين اسمه، لوفيكسيدين ده زي الكلونيدين من الحاجات اللي هي الفا 2 اجونست، تقلل الوزدرول مانيفستيشن سيفيريتي. مهم هذا الكلام. انا علاج الادمان بيبقى ازاي عشان بس نبقى فاهمين الجزئيه ديت لانها مهمه. انا ما يجي لي مدمن هبدا اعمل له جراديوال وزدرول للمورفين بالتدريج بالتدريج، بس هديله في نفس الوقت اللي بسحب منه المورفين اديله حاجه اسمها سبستيتيوانت. هنا عندي اتنين سبستيتيوانت ممكن يتاخدوا، وعايزكم تعرفوا في نهايه المحاضره مين احسن. سبستيتيوانت يعني بديل تمام، يعني هيدخل المستشفى هبدا اقلل جرعه المورفين اللي هو بياخدها تمام، مش هسحب فجاه طبعا، هعمل جراديوال وزدرول واحط سبستيتيوانت. سبستيتيوانت عندي حاجتين لازم تعرفهم، ميثادون والبابرينورفين، ولازم نعرف في نهايه المحاضره مين احسن تمام. ميثادون وبابرينورفين بعد ما فتره هيتسهل المورفين تدريجيا هيبقى ستابلايزد على السبستيتيوانت لمده اسبوعين، يعني هيمشي على الميثادون او البابرينورفين وهيكون خلاص ما عادش ياخد مورفين، هيمشي على الميثادون او البابرينورفين، والافضل هنقوله بعد شويه تمام، هيمشي عليهم اسبوعين. بعد كده بقى ابدا اعمل جرادي والوزدرول لمين؟ للميثادون او البابرينورفين. وبيقولوا ان الوزدرول مانيفستيشن بتاعه الاثنين قليله بالمقارنه بالمورفين، ولكن الفرق هو اللي هيخلينا نقول مين احسن من مين، مش هقول دلوقتي تمام، مين افضل في علاج الوزدرول كسبستيتيوت فاهمين. طبعا طول الوقت اللي انا بسحب فيه الحاجات ديت بدي مين؟ بدي الالفا 2 اجونست اللي هو الكلونيدين او الفيكسوفينادين علشان ان هو يقلل الاوتونوميك وذرول مانيفستيشن، هي التاكيكارديا والهايبرتنشن الحكايات دي خلاص. فاهمين يا جماعه؟ اللوفيكسيدين اسف انا قلت فيكسوفينادين، لا اللوفيكسيدين هو متلخبط عند الفيكسوفينادين، لوفيكسيدين ماشي والكلونيدين. بعد ده ما هو انا عمال اسحب الميثادون او البابرينورفين هبدا اديله انتاجونست عشان امنع انه يرجع يدمن تاني، اقفل بقى الاوبيويد ريسبتور. وهنا بندي النالتريكسون، هقوله في الاخر هو اوبيويد انتاجونست عشان اقفل بقى الريسبتور خالص ماشي. نالتريكسون تو بريفنت ريكارنس، يبقى دول خلي بالك من الادوار مختلفه ماشي. يبقى طب سؤال، الادكت بديله في اخر علاجه نالتريكسون، هنا مفيش وزدرول هيحصل، لكن البويزنينج ينفع البويزنينج اعالجه بنالتريكسون؟ اه طبعا، لانه هيموت من تسمم. هتقول لي طب ده هيحصل وزدرول، اقول لك ومال؟ ما هنا هيموت ولا هيحصل له وزدرول مانيفستيشن. يبقى في البويزنينج بندي نالوكسون مش نالتريكسون، نالوكسون انترافينوس
لكن بعد علاج الادمان بندينا الثريكزون to prevent recurrence. ماشي؟ ارجوكم ركزوا كويس قوي. طيب الكونتراديكيشن طبعا حاجات منطقيه زي ما احنا قلنا خلاص سهله هيد انجري وبريجننس وكرونكل ازما كل ده منطقي انت فاهمه المفروض. ماشي؟ طيب والانفانت ما ياخدوش خالص. تعالى بقى نقارن بقى خلاص بقى الموضوع اسهل انك انت هتقارن كل الحاجات بالمورفين. ماشي؟ هنقول دلوقتي بالنسبه للنبريدين انا قلت لكم هو مش من الاوبيوم يعني هو مش ما يقربش للمورفين ده هو مخلط بس شبه المورفين. ماشي؟ يعني هو مش ناتشرال هو سنسيتيف. ايه الفرق بينه وبين المورفين؟ زي ما قلت لكم ان هو اقل كونستيبيشن والبوتنسي بتاعته 1/10. عيالوا بقى هيعوضوا هذه النقصات. تمام؟ المبريدين الديوريشن بتاعته اقل 2-4 ساعات. المبريدين بيدي ميتابولايت خطير اسمه نور مبريدين بيعمل التشنجات. ويا ويلك تدي المبريدين مع مثلا تراي سايكليك انتي ديبريسنت هيعمل تشنجات كبيره. يبقى المورفين المبريدين يخوف في الابليبتيك بيرسون. خلي بالك دي ميتابولايت جنس اسمه نور مبريدين بيشنج البني ادم. ماشي؟ ال بيعمل مدرايسيس مش مايوزيس. خلي بالك من الفروقات. بيعمل مدرايسيس مش مايوزيس. يشتغل برضو على الاوبيويد ريسبتور ميو وكابا مفيش مشكله. بس دي اتروبين لايك اكشن هو اللي بيفسر المدرايسيس. هو اللي بيفسر المدرايسيس. دي انتي ماسكارينيك او انتي كولينرجيك وبيمسك في الميو والكابا. عشان هو الديوريشن صغيره منطقيا استخدمه كانالجيزيك في الاكيوت ولا الكرونيك بين؟ في الاكيوت بين. ماشي؟ في حاجات منطقيه وانت بتذاكر منطقيه بس الفروقات مهمه. الموضوع ده برضو هو اللي محتاج ابديت كل شويه ديورنج انك انت تكون دكتور. يعني الاكشن زي ما قلنا شبه المورفين في الريسبيراتوري ديبريشن. حتى في موضوع اللي هو السيركيوليشن انه يقلل الضغط ويقلل الهارت ريت يقلل ال يعمل فازو دايلاتيشن بريفرال لدرجه انه بيزود البلاد فلو للتيشوز والحاجات دي. خلاص؟ برضو على مستوى السي ان اس في احتماليه انه يزود الانتراكرينيال تنشن عشان الفازو دايلاتيشن. انا نفسي اوصل للاوبيويد اللي بيرفع الضغط مش يقلل الضغط. هيجي وهو ابنه لعلمكم بعد لحظات هيتقال. ماشي؟ بيعمل زي ما قلنا اتروبين لايك اكشن يزود الانتراكرينيال تنشن. برضه بيعمل اللي هو الكوليك السبازم بتاع السفنكتر يزود الكونتراكشن بتاع سموث مصر اوف السفنكتر. خلاص؟ و اليورينري تنشن بس اقل شويه من المورفين. بس هنيجي بقى كده يعني هو بصراحه انا مكسوف له المبريدين ده جنب المورفين عمال يبقى ليس كونستيبيتنج ليس يورينري ريتنشن الديوريشن اقل مش عارف ايه كل حاجه. هتلاقيه بقى لا ده عشان هو الديوريشن صغيره وما فيهوش الادمان زي المورفين قال لك ممكن ان انا استخدمه للولاده في الاوبستريك انالجيزيا. اوبستريك انالجيزيا معظم دكاتره النسائيه والولاده ممكن يستخدموا هذا اللي هو البيسيدين اللي هو المبريدين في الام الولاده عشان الديوريشن بتاعته الصغيره وعلشان كمان ما بيعملش ديبريشن قوي للريسبيراتوري سنتر زي المورفين. ف يعني اكسبتد شويه تمام. انما بقى هو ملوش في الطيارين لان الكونستيبيشن قليله ولا ليه في الكف ولا حكايه اي دنيا. تقول ايه؟ اللي هو ايه؟ ابيديورال. استخدمه انالجيزيك ابيديورال ممكن بالظبط. تمام؟ لا دايريه ولا كف سنت ولا كف ولا الكلام ده كله. تمام؟ بس الابسوربشن بقى لا هو المورفين اللي كاسفنا في الابسوربشن صراحه. انما ده ويل ابسوربت كويس مفيش اي مشكله واورال حلو عادي جدا بس هو ما بيتاخدش اورال بيتاخد غالبا انترا ماسكولار. ماشي؟
الجزئيه الثانيه بيتحول زي ما قلنا الاكتف ميتابولايت اسمه نور مبريدين، زي ما قلنا ما ننساهوش لانه بيعمل تشنجات وبينزل بعد كده في اليورين. انما نفس بقى المشاكل، اهم مشكله في المبريدين التشنجات. يعني هتلاقي المريض يبدا يبقى انكزايتي وريستلس وتويتشنج بقى كده، مصر تويتشنج يعني اقل من واحد كده بقى التشنجات، عشان الميتابولايت بتاعه اللي هو النور مبريدين. هلاقي بقى البين بوينت بيقول لا، هلاقي ميدرايسز، هلاقي بقى كونستيبيشن ويورينري ريتنشن علشان الاتروبين لايك اكشنز وبلير ديفيجن الادفرس افكت اللي هي اتروبين لايك افكت. هلاقي برضو اللي هو الديبندنس، هلاقي التوليرنس. فاهمين ازاي الحاجات ديت؟ برضو اهو بقى خلي بالك، خلي بالك لو اتاخد هذا المبريدين مع الانتي سايكوتيك او مع تراي سايكليك انتي ديبريسنت تلاقيه يحصل الابيليبسي او يحصل التشنجات. مش فاكرين النيوروليبتيك دراجز؟ امبارح قلت لكم انها بتعمل حاجه اسمها نيوروليبتيك مالينت سندروم، تخشيبه. تمام، فازاي انا ادي دراجز فيها احتماليه النيوروليبتيك سندروم ديت مع دراج بيدي ميتابولايت بيعمل تشنجات؟ يبقى هل منطقي ان انا استخدم مبريدين مع نيوروليبتيك دراج؟ خلي بالكم في الانتراكشنز، خلي بالكم، يعني انا بحذر وبقول ماشي، الموضوعات دسمه وسريه في الاسئله. ماشي، نيجي بقى للميثادون اللي هو اول ما اراه افتكر ايه بقى دوره العظيم اثناء علاج الادمان بتاع المورفين، لان هو سبستيتيونت للمورفين. تمام، بس الاحسن منه مش ميثادون، بابرينورفين. ده يعمل ويزدرول تطول، اقل سيفيريتي من لو نزعت كده المورفين، لكن البابرينورفين يعمل ويزدرول. لما اسحب البابرينورفين يحصل ويزدرول اقل سيفيريتي واقل ديوريشن. عشان كده البابرينورفين افضل من الميثادون اثناء سحب مين؟ المورفين. كايه؟ كسبستيتيونت. ماشي، الميثادون يا دكاتره بيبقى لونجر في الاساس، في الاساس، في الاساس الديوريشن بتاعته كبيره بالمقارنه بالمورفين. هتلاقيه يقعد 24 ساعه. المورفين كان 4 ل 6 ساعات، المبريدين كان 2 ساعة و4. ده بقى يشتغل على النيو ريسبتور عادي جدا، بس بص بقى للانالجيزيا اطول ديوريشن لكن اقل ايفوريا. خلي بالك برضو في المقارنات اقل ايفوريا. ماشي، وده اللي يعكس هو ليه المزدروات قليلة. ما انا كل ما كان اللهفة للدواء عشان في حاجة حلوة هيعملها، كل ما اتوقع ان المزدروات تبقى اشد. يعني المورفين عشان يعمل ايفوريا جامد، لما يتسحب تلاقي الوزدرول مانيفستيشنز اشد، الميثادون الايفوريا قليله، فلما بيتسحب الوزدرول بتبقى اخف. تمام، زي الطفل اللي هو لعب عجلان ومبسوط بيها، لما تتشال يخرب الدنيا، لكن لما يبقى بقى ايه زهقان منها ومش حاببها او مش ميال ليها خلاص. ماشي، الهاف لايف زي ما بنقول 24 ساعه، بيتحقن بكل الطرق الممكنه، يعني سبكوتينيوس ماشي، انترافينوس ماشي، حتى عندي ترانسديرمال باتش، ودي مهمه لازم نقولها ولازم نخلي بالنا منها. لا دي مع الفنتانيل، ايه ده؟ لا انت دخلت في الفنتانيل غلط انت بتقول. ماشي، يبقى انترافينوس او زي ما قلنا سبكوتينيوس، لكن هيعمل برضه كل التاثيرات العاديه زي المورفين، يزود الانترابيلياري بريشر، يعمل الكونستيبيشن عادي جدا. ماشي، هستخدمه زي ما قلنا اهو، زي ما شايفين حطيت بالاحمر. اهم استخدام ليه ان هو سبستيتيوت فور مورفين او هيروين ابيوزرز اثناء علاج ادمانهم. فاهمين ازاي؟ وهنا بنديه اورال كمان، ممكن كمان يبقى بارنترال. تمام، كسبستيتيوت زي ما قلنا. شوفوا بقى الوزدرول مانيفستيشن مايلد بات برولونجت، مايلد بات برولونجت مع البابرينورفين. ايه بقى الوزدرول؟ مايلد بات ويز شورت ديوريشن. وده اللي يخلي البابرينورفين از ا سبستيتيوانت از بيتر ذان الميثادون. فاهمين يا دكاتره؟ مهم. اه ده بقى اللي هو
الانالجيزيك من الاوبيويد اللي ممكن تستخدمه في النيوروباثيك بين. الحته دي مهمه. احنا قلنا النيوروباثيك بين علاجها الانتي ديبريسنس تراي سايكليك او سيروتونين نورابينفرين ريابتيك انهبيتور خلاص. الكانسر بين والمايوكارديال انفاركشن اوبيويد ماشي، والانفلاماتوري بينز نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. الميثادون كان بيوزد في النيوروباثيك بين ماشي. دي جزئيه برضو من الجزئيات المهمه. هيمتص كويس قوي هو المورفين اللي للاسف زود سمعه الاوبيويد اورال يعني تمام، لكن ده بيتوزع عادي جدا ويبقى باي ترانسفورمد في الليفر عادي جدا وينزل في اليورين عادي جدا والفيزيكال ديبندنس برضو. بات سلو اند مايند ويزدرول مانيفستيشن. حاجات لذيذه يا جماعه. نيجي بقى للوحش بقى بتاع الاوبيويد الفنتانيل. ده اقوى واحد بقى لان هو 100-300 مره از بوتنت از مورفين ماشي. الفنتانيل من الحاجات الفيري بوتنت اللي باقل دوز تدي افكت، بس الديوريشن بتاعته صغيره نص ساعه تقريبا، والهاف لايف بتاعه حتى الهاف لايف صغير. بص الديوريشن بتاعته 15-30 دقيقه وسريع في الاكشن، سريع قوي في الاكشن. عشان كده دوت مش مجرد انالجيزيك وبس، ده كمان انا ممكن استخدمه كانستيتيك. مع ايه الفرق بين الانستيزيا والانالجيزيا؟ ان انت في الانالجيزيا بتسكن الالم بس، بتعمل نص للبين بس، لكن مع الانستيزيا هتفقد المريض كل السنسيشن. وبما انه بوتنت وبالتالي باقل جرعه بيعمل انالجيزيا، طب ما ممكن جدا انا استخدمه كايه؟ كانستيتيك. فاهمين ازاي؟ هتلاقي الليبيد سوليبيليتي بتاعته رهيبه جدا ويشتغل بسرعه رهيبه جدا. فاهمين ازاي؟ يعني انا لو مدمن صراحه هدور عليه. هم فعلا بره في الدول الاجنبيه يحبوا قوي الفنتانيل ده، يعني بيعملوا حملات علشان الفنتانيل يتاخد كانالجيزيك وانتي انالجيزيك بوست اوبراتيف وحتى انستيتيك كمان وبري انستيتيك ميديكيشن. ابيديورال زي ما الدكتوره دنيا قالت، ابيديورال فنتانيل اثناء الولاده. يبقى مين اللي هم بيتاخدوا اثناء الولاده عشان الشورت ديوريشن بتاعتهم؟ اللي هم المبريدين موستلي موست كومن المبريدين والفنتانيل كان بيوزد ايضا عشان الديوريشن الصغيره اللي ما خافش منها. بس نخلي بالنا بقى من انه طب عايزين نطول الديوريشن بتاعتك يا فنتانيل، نعمل بقى ترانسديرمال باتش. نعمل ترانسديرمال باتش عشان الماده الفنتانيل تمتص كده بالراحه وبالتالي تفضل وقت اطول وتشتغل وقت اطول. هنا بقى اقول لك بقى نقطة مهمة. لو جالك مريض بأكيوت بوست اوبراتيف بين ومعاه شوك، ما تنفعش الترانسديرمال باتش. أولا الترانسديرمال باتش دي لعلمكم بنستخدمها لمرضى السرطان، هي بتقعد 72 ساعة. يعني أنا الجزء بعد ما كان هو نص ساعة، الترانسديرمال باتش اللي تتاخد لمرضى الكانسر وكمان تتحط في الحته دي اللي هي تحت الكلافيكل في المنطقه دي تمام، ترانسديرمال باتش شهيره قوي بتاعه الفنتانيل 72 ساعه. طيب دي الكانسر بين اللي هو كرونيك. لكن لو مريض بقى جاي لك بيصرخ هتديله الترانسديرمال باتش دي، الالم الشديد بيوطي الضغط. سيفير بين بيعمل باراسمباثيتك اكتيفيشن ويعمل احيانا شوك للمريض سيفير هايبوتنشن. مع الالم الشديد توقع ان الضغط يكون واطي. قمت انت لما تحط الترانسديرمال باتش ودي عماله ينزل منها الفنتانيل يمتص، وانت اول ما السيركيوليشن ريجيند ما انت هتصلح الضغط، هتلاقي كميه الفنتانيل اللي دخلت السيركيوليشن افتر كوريكشن هتبقى كتيره، فممكن المريض دوت يدخل في ريسبيراتوري ديبريشن ويموت من الفنتانيل من الترانسديرمال باتش. اذا الترانسديرمال باتش لا تؤخذ مع الاكيوت بوست اوبراتيف بين ماشي. غير كده كمان نقطه مهمه ان هو بيبقى ميتابولايزد بال 3A4 سيتوكروم دي في 50 3A4. عشان كده اي دراجز تاثر على هذا الانزيم ممكن تاثر على ليفل
الفنتانيل اي ادويه تاثر على 3E4 زي الاريثرومايسين مثلا بيمنع 3E4. تخيلوا واحد بياخد اريثرومايسين وخد فنتانيل، هتلاقي الفنتانيل زاد. هذا الانتر اكشن مهم مهم للغايه الانتر اكشن بتاعه. ماشي. الادفرس افكت زيها زي اللي فاتوا. ترانس ديرمال باتش اهو از كونترا انديكيتد ان هايبو فنتليتد. ده دراج بيصل البرين واللايبوفيليست بتاعته عاليه، فما يجيليش مريض ازماتيك ومش قادر ياخد نفس ومش قادر يتنفس، الفنتانيل قديه. ماشي. دي جزئيات مهمه. وطبعا برضو بيعمل كونستريكشن البيوبل. هو اللي ما بيعمل ميدرايسز مين؟ بيعمل ميدرايسز مين؟ النبريدين. ماشي. عايز اقول لكم نقطه تاني في الفنتانيل على فكره مش مكتوبه، تخلي بالكم منها، ان هو ذا موست سيفست اوبيويد ان كارديك بيشنت، لان هو ما بيعملش كارديك ديبريشن. دي جزئيه مهمه. بالعكس ده هو بيستيميليت احيانا الهارت ريت انه يزيد وممكن يرفع الضغط. ما فيش حته انه اي مريض اسكيميك، الاسكيميك تمام ما خافش عليه من الفنتانيل، لانه مش هيعمل ديبريشن ايه المايوكارديوم. دي جزئيه مهمه. ماشي. دي جزئيه مهمه. خلاص. هيعمل بيوبيلاري كونستريكشن عالي جدا زيه زي بص اهو الديوريشن زي ما قلنا اطوالهم زي ما انتم شايفين. هو الميثادون مش مطلوب هنا، بس خلي بالكم الميثادون اطول الثلاثه. تمام. يجي المورفين بعد كده 4 ساعات اللي هي بالازرق اهي، او 4 ل6 ساعات، وبعدين المبريدين 2 ل4 ساعات، وبعدين فنتانيل بيقعد ربع الى نص ساعه. الديوريشنز دي مهمه جدا. عيال الفنتانيل بقى واحد منهم مور بوتنت عنه واثنين ليس بوتنت عنه، يعني السوفنتانيل مور بوتنت عن الفنتانيل. الالفنتانيل والريمي فنتانيل بيبقوا ليس بوتنت وشورتر اكتر كمان الاثنين دول. ماشي. دي عيله الفنتانيل. الهيروين بقى، الهيروين بقى هناخد ريسك بس بعد دقايق صغيره. تمام. الهيروين ده بقى داي ازيتايل مورفين، وده برضه لايكوفيريك كتير، ما بنستخدموش طبعا في الطب اطلاقا اكيد اكيد، لان الادمان فيه عالي واخدين بالكم. والديبندنس والفيزيكال والتوليرنس كل الحكايات اللي قلناها. لايكوفيريك والبوتنسي برضه حتى بتاعته اكتر كتير من المورفين، وهو كده كده في السي ان اس بيتحول لمورفين في النهايه. ماشي. الكودايين الاضعف بقى، الحلقه الضعيفه بقى مع الاوبيويد اللي هي الكودايين وعياله. الكودايين ليه الدكستروميسروفان، خدت بالكم ده بقى ليس انالجيزك وليس كمان ايفوريك، يعني ليس ايفوريا وليس انالجيزي. طب اورالي يبقى كويس؟ ايوه، لان هو ميثايل مورفين. زي ما بقول لكم اللي يكسب في الاورال ابسوربشن مين؟ المورفين نفسه. انما الكودايين عشان هو ميثايل مورفين بتلاقي الابسوربشن بتاعه افضل، خدت بالكم، وفي النهايه هو هيتحول الى ايه؟ الى مورفين في النهايه. استخدامه هو عشان هو ضعيف كانالجيزك، انا بستخدمه بقى كانتي تصف، لا انتي تصف اقوى. خدت بالكم بالمقارنه بالمورفين ده دي سبيسيفيك ريسبتور زي ما قلنا، وحتى كمان بجرعات اقل من اللي ممكن تعمل انالجيزيا. يعني انا عشان ادي الكودايين كانالجيزك لازم ازود الجرعه، لان هو ليس انالجيزك وليس بوتنت اس انالجيزك، لكن في المقابل الانتي تصف بجرعات اقل من. يعني انا لو سالتك سؤال هل الانتي تصف دوز بتاعت الكودايين هاز ان انالجيزك افكت؟ لا طبعا، لا طبعا. الدوز اللي هي من الكودايين اللي ممكن تعمل انالجيزيا اكيد اعلى من الدوز اللي هي انتي تصف، وغالبا ما بيعملش ادمان شديد. تمام. وبتروح الصيدليه تلاقيه مع البنادول مع الباراسيتامول الاثنين كومباينيشن مع بعض كنوع من السينرجيز، ان ده اشتغل. طبعا الباراسيتامول مالوش انتي انفلاماتوري افكت. تمام. وغريبه ان انا كل ما اروح هنا في الاردن صيدليه او مركز صحي يعني الدكتور فيهم يصر على ان الباراسيتامول ليه انتي انفلاماتوري. انا مش عارف، وقاعد كده مصمم ان البنادول انتي انفلاماتوري. يا سيدي مش انتي انفلاماتوري. سؤال صيدلة في الصيدليات او حتى المركز الصحي ده، انا في دكتور يا رب بموت بموت وقتها بجد. هو
هقول لها انا اسناني خدت بالك فيها التهاب. لا بنادول. ماما بنادول ملوش انتين في رمادول. اديني ديكلوفينات. دي هو موجود في الصيدليه بتاعت المركز الصحي. خلاص مصممه تديني بنادول. عمال مجمعاني بنادول قد كده في البيت عشان هي مصممه اني البنادول ده انتي انفلاماتوري. هو مش انتي انفلاماتوري، هو انالجيزيك سنترال انالجيزيك. فاهمين ازاي؟ وبيأثر على البين باسوي وبيتاخد مع الكوديين. هو برضه سنترال انالجيزيك بس طبعا اكيد جرعات الانالجيزيا اللي مع البنادول اعلى من الانتي تاسف زي ما اتفقنا. ماشي؟ هتلاقي الكوديين دايما ان كومباينيشن مع البارستوم. تكستروميستروفان ده انتي تاسف رائع جدا ملوش اتكشن، مفيش اتكشن فيه. فاهمين ازاي؟ اهو بص الدكاتره هنا بقى ادي اللي هي من حيث الافيكاسي والبوتنسي تمام او الافيكاسي والادكشن لايبيليتي كايه كانالجيز. عندنا الوحوش الكبيره مورفين مبردين ميثادون فنتانيل وفيهم ادمان طبعا. هتجد بقى الكوتايين اقل في الافيكاسي واقل كمان في الادكشن. البروبوكسفين ده عارفين ابن مين؟ ابن الميثادون. ده درفت من الميثادون اللي هو سبستيتيوانت للادمان تمام. البروبوكسفين ده لايك ميثادون كايه او درفت من الميثادون. خلاص طبعا دي الادفرس افكت اهي بتاعه الاوبيويد بصفه عامه جايبين التاثيرات اللي احنا قلناها. هنبدا بقى في اللي هم الميكس دلوقتي والانتابلس باين. ناخد 5 دقايق مش اكتر ارجوكم، 5 دقايق بالظبط وهبدا عشان الوقت ما يسرقش. مهم جدا علشان نخلص المحاضره بسرعه.